برأيك دخول مستثمرين من خارج المنطقة العربية إلى العالم العربي والاستثمار بشركات في العالم العربي، إيش ممكن يضيف هذا لصناعة الإنترنت وصناعة التكنولوجيا في العالم العربي؟ أغلب المستثمرين اللي يعني بدخلوا بالعالم العربي بيكون تعلموا من أسواق ناشئة أخرى. يعني العالم العربي بالنهاية هو سوق ناشئ بتبع أسواق ناشئة، أو يعني تطوره لاحق لتطور أسواق ناشئة أخرى، من كوريا الجنوبية للصين للهند لجنوب أمريكا لأوروبا الوسطى والشرقية لروسيا لتركيا. كل هاي الأسواق خصوصا في مجال الإنترنت صار فيها تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية، ممكن أنه الواحد بالعالم العربي يستفيد منها بشكل كبير ويتعلم منها. فما لا شك فيه أنه المستثمرين اللي كان عندهم خبرات في هذه الأسواق وبنتقلوا للعالم العربي ممكن يعني أنهم يجلبوا معهم هاي الخبرات وهاي الأمور، ممكن تكون مفيدة جدا لصناعة الإنترنت في العالم العربي.